السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم هنايا موديلات رائعه ما شاء الله، كما كتشوفوا معايا هنايا جلالب في الالوان وفي الاشكال، يعني موديلات رائعه. بالنسبه للثمن، الثمن جد مناسب لكل وحده، يعني الثمن رائع، الوان صيفيه مثيره رائعه جذابه، كما كتشوف معايا هنايا جلالب في الالوان، الوان صيفيه مميزه. اللي بغى شي حاجه مرحبا، النمره نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم على القناه، اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن، الثمن جد رائع ومناسب. انتم كتشوفوا معايا هنايا جلالب في الاشكال وفي الالوان، موديلات رائعه. انتم كتشوفوا معايا هنايا الوان زاهيه، وفضلا منكم وليس امرا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديال شريفه السمر، وباش دائما ان شاء الله تحفزوني نجيب لكم الجديد والحصري على قناتي. جلالب ما شاء الله، يعني خفاف ومبردين، ثوب رائع، الخدمه اروع. كاين هاد التوب هذا ولا الجلابه، يعني فيها جميع الموديلات، كاين الاحمر ولكن الاحمر في الالوان وفي الاشكال، اللوينات مبرده. بقاو معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا الموديلات الرائعه حتى الاخر فيديو، يعني موديلات رائعه ما شاء الله. وها انتم معايا تشوفوا الموديلات والشكالات، كل وحده والطرزه ديالها، كل وحده والموديل ديالها، كل وحده والشكل ديالها، يعني اشكال مختلفه. موديلات رائعة، وبقوا معايا حتى الآخر فيديو تشوفوا الشكالات والألوان. التشكيلات كلها ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا معايا هاد الجلابه، هذه الرشمه اللي فيها يعني رائعه. يعني موديل رائع، هانتوما كتشوفوا معايا هنايا، يعني اللوينات كلها ما شاء الله. انتما كتشوفوا معايا هاد الجلابه هذه رائعه اخر ما كاين. بالنسبه للثمن، الثمن جد رائع ومناسب. كاين هاد اللوين هذا في الصفر، يعني ما شاء الله. كاين هذا اورانج، يعني موديلات رائعه واشكال مختلفه. وفضلا منكم وليس امرا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغط على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله، وباش دائما نجيب لكم الجديد والحصري. يعني هانتوما كتشوفوا معايا موديلات رائعه، موديلات خفاف صيفيين، يعني الوان جذابه. جميع الموديلات وجميع الشكلات موجوده على قناتي. بالنسبه للمقاسات ولا لاي حاجه الاستفسار، مرحبا، النمره نخليها لكم في صندوق الوصف،
وغادي نخليها لكم على القناه اللي بغى شي حاجه يتصل. بالنسبه للثمن مناسب ووجد رائع كما كتشوفوا معايا، موديلات رائعه اللي بغات تهلا فراسها علاش لا، يعني موديلات انيقه يعني الجلبات تحفه، موديلات رائعه كاين بحال هذا الشكل في الدونتيل في الكم وفي الصل ديال الجلابه كما كتشوفوا معايا هنايا. يعني موديلات ما شاء الله، يعني الموديلات اللي طلبتوها ولا الاشكال تلقاوها عندي هنايا في القناه. اللوينات كلهم ما شاء الله، الجديد في الجلابة المغربية، الأناقة والشياكة، موديلات تحفة. يعني اللوينات كلهم من بردين صيفيين وفي نفس الوقت مريحين. انتما كتشوفوا معايا الالوان ما شاء الله، وفضلا منكم وليس امرا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك واللايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ان شاء الله، وباش دائما نجيب لكم الجديد والحصري. ودابا غادي نخليكم فرحه الله ومع تتمه الفيديو وفيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.